انه الكابتن عدنان اسم كبير في مدينه الصدر، احد مؤسسين مجلس انديه مدينه الصدر. فشكرا للاصدقاء، شكرا للاخوه، اتمنى من كل الرياضيين انه تكون يعني مو بس انه خلص بزمن العيشه انه نستذكره، مماته، عائلته. وشكرا لكم ولحضركم. فقد المرحوم الاخ عدنان جبار يعني اثر، يعني ترك اثر كبير في نفوس الوسط الرياضي وخصوصا رياضي المدينه العزيزه. الاخ عدنان جبار اخ وصديق ورياضي وله فضل كثير الى الرياضيين، رياضيين الانديه العراقيه، وله مواقف مشرفه مع مجلس انديه العراق. عدنان جبار اداري بارع وقدم الكثير للرياضه العراقيه من خلال ترأسه لنادي كان يعني بشريحه مهمه في مدينه الصدر. واعتقد انه استذكار هذا اليوم هو جزء من الوفاء اللي يعني بات علينا لزاما ان نقدمه لعائله الفقيد او للفقيد في مثواه الاخير.